مرحبا، اليوم بدي أحكي عن آخر أسبوع بشهر ديسمبر كيف رح بيكون. هيدا أسبوع كتير كتير مهم، في عنا أحداث وأمور فلكية عم بتصير بهيدا الأسبوع. بدايتها هي مع المواجهة الفلكية بين جبارين المشتري وأورانوس، وهيدا الحدث كتير مهم لأنه بيسبب بعض المشاكل الطبيعية مثل الزلزال اللي صار بتشيلي اليوم 25 ديسمبر يلي أنا عم سجل أصلاً اليوم في الأبراج الأسبوعية. في عنا أيضاً ب الخميس 25 دي الخميس 29 ديسمبر في عنا قمر جديد الساعة 10 صباحاً بتوقيت بيروت ببرج الجدي. في عنا بنهاية الأسبوع خلينا نقول ب 31 ديسمبر في عنا لقاء بين كمان كوكبين كتير كتير مهمين يلي هو المريخ ونبتون، وهذا معناته أنه نهاية الأسبوع ونهاية الشهر ونهاية السنة منا هالقد سهلة، فينا نتوقع شو ما كان بهيدا الأسبوع من بدايته وحتى نهايته. أضف إلى ذلك أنه بهيدا الأسبوع يتزامن القمر الجديد النيو مون يتزامن مع عودة حركة الكوكب أورانوس إلى طبيعتها، وبالتالي رح نشهد هذا الأسبوع كتير تطورات متنوعة من العيار الثقيل. خلينا نبلش مع الأبراج. التنين الثلاثة والأربعة القمر رح بيكون ببرج القوس، الخميس والجمعة القمر ببرج الجدي وعندنا قمر جديد الخميس، السبت هو ببرج الدلو. فكيف رح بيكون هالأسبوع يلي اليوم رح احكي فقط عن 6 أيام لأنه رح خلي الأحد واحد كانون الثاني يناير رح خلي للأسبوع المقبل. خلونا نبلش مع الأبراج، وطبعا البداية مع برج الحمل. بالنسبة لبرج الحمل أنا بعتبر هيدا الأسبوع منشط جدا، هيدا أسبوع ما في تراجع، هيدا أسبوع في تقدم، هيدا أسبوع في حركة، في نوع من استفزاز وتحدي لإلك. في بداية الأسبوع في تنقلات كتيرة، تحس حالك أنك مضطر تروح خطوة إلى الأمام إلى الأبعد لحتى تحصل على اللي بدك إياه. بيتطور الأسبوع أول 3 أيام، التنين الثلاثة وأربعة، برجع بكرر 26 27 28 ديسمبر مولود برج الحمل بحس حاله أنه الدنيا مش سايعته، قد ما عنده حماسي عنده طاقات وعنده قدرة لحتى يقدر يتخطى الصعاب، ومع كل الحق الأجواء جيدة. الخميس والجمعة تحت تأثير القمر الجديد ببيت المال بالنسبة لك، الجو عند مولود برج الحمل نوعا ما بياخذ نكهة بتحمل بعض الهم. ليش؟ لأنه مولود برج الحمل بحس حاله أنه لازم يهتم بأوضاعه المالية بعلاماته الأكاديمية، بحس حاله أنه لازم يشتغل على هالأمور، بحس حاله أنه لازم يطور أموره ويعطي حاله أهمية أكتر. ومع كل الحق حان الوقت لحتى تجرب تشوف كيف بدك تختم العام، على الأقل إعادة تقييم لأعمالك لدراستك لوضعك الأكاديمي لفواتيرك لكل هالأمور. السبت 31 ديسمبر آخر نهار بسنة 2016 مفروض يكون نهار منشط لإلك، رح بتكون من الأشخاص الفعالين وقادر تختم السنة بطريقة كتير حلوة وبطريقة كتير سوسيابل يعني اجتماعية، وقادر أنك تكسب دعم لإلك. لذلك نهاية سنة 2016 بالنسبة لإلك رح بتكون جيدة. تبقى المواليد الأكثر حظا هذا الأسبوع مواليد 10 و11 نيسان أبريل. بكمل مع برج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور تقريبا آخر أسبوع بالسنة بيدعمك بيساعدك بيعطيك القوة، مش عم بيشد فيك لورا، بالعكس تماما عم بيدعمك عم يدفشك لقدام. أول 3 أيام يلي هن التنين الثلاثة والأربعة 26 27 و 28 ديسمبر مولود برج الثور عم بيصلح بعض الأخطاء. ما تستحي، ما تخاف، ما تتردد، هنالك بعض المعاملات لازم تعملها، هنالك بعض الأمور يلي لازم تلحقها، ما تستحي تطلب مساعدة. حاول إنك تنهي السنة بطريقة إيجابية، إذا بتعرف إنه في معاملة بدها مساعدة، شخص بيقدر يساعدك، ما تستحي تطلب المساعدة. الخميس والجمعة، الخميس
29 والجمعة 30 ديسمبر هن أفضل يومين بهيدا الأسبوع، أفضل يومين، وهن يلي رح يعطوك المكافأة وهن يلي رح يعملوا لك الخبر الإيجابي. تأثير القمر نيو مون من برج صديق لإلك نهار الخميس رح يحول نهاية الأسبوع تحديدا الخميس والجمعة إلى مسرح إيجابي بالنسبة لإلك. حاول تنهي السنة إذا أمكن بين الخميس والجمعة، لأنه السبت 31 كانون الأول ديسمبر معقول يحمل مسؤولية كتير كبيرة، والحظ ما رح تحسوا انه هالقد مسهل بالنسبة لإلك. الخميس والجمعة هني أفضل أيام الأسبوع، الأكثر حظا رح بتكون بهالأسبوع مواليد 7-8 أيار مايو، بالإضافة لجميع مواليد شهر نيسان أبريل. بكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهاية السنة تحديدا الاثنين الثلاثة والاربعة تتحديك، تستفزك، تزعجك، بتضايقك، صديقتك، صديقك، اصدقائك، الاشخاص اللي بتشتغل معهم، اهلك، احد اقربائك، بيزعجوك، بيتحدوك ثلاث ايام ورا بعضها، مش يومين، ثلاث ايام، كل شيء والقمر موجود ببرج القوس، في عندك مواجهة. تبدأ ترتاح الخميس والجمعة، الخميس والجمعة بيفسحوا مجال لمولود برج الجوزاء انه يصلح خطأ، بدك تعود عن خطأ، بدك تطلب بدك تعتذر، بدك تقدم شوية تنازلات، بدك تمشي الأمور بطريقة أفضل لحتى تختم السنة بطريقة أنت تكون راضي وتكون مرتاح، وفعلا تقول انه رح أبدأ سنة 2017 بصفحة بيضة ومهمة. الحلو انه اخر يوم بسنة 2016 اللي هو السبت 31 ديسمبر القمر موجود ببرج صديق لإلك ببرج الدلو، هون مولود برج الجوزاء بحس حاله انه فعلا هو مبسوط وهو مرتاح ومنشرح الصدر، هون مولود برج الجوزاء بحس حاله انه الناس عم بتساعده، هنالك دعم لإلك، هنالك تأييد لإلك، هنالك ايجابيات حلوة بانتظارك. السبت هو أفضل أيام الأسبوع، الاثنين ثلاثة والأربعة 26-27 و28 ديسمبر هن الأسوأ، وتأثير نيو مون على مولود برج الجوزاء هو للمصالحة وأيضا لإعادة النظر ببعض الفواتير. أما بالنسبة للمواليد الأوفر حظا بهذا الأسبوع هن مواليد 10-11-12 حزيران يونيو، الأكثر تعبا 13 حزيران يونيو، انتبهوا من معاكسات وحاولوا أنه تهتموا بعلاقاتكم وتمنعوا حصول أي انفصال. بالنسبة لبرج السرطان، مولود برج السرطان آخر أسبوع بالسنة بالنسبة لإلك بيحمل ضغوط، دايما 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 آخر أسبوع بالسنة بالنسبة لمولود برج السرطان بخليه يشعر بتعب، بخليه يشعر بنوع من هم، بحس بقلق، بحس بتعب، بحس بتراجع، بحس بغضب أحيانا، وأحيانا يندفع ويتسرع لاتخاذ بعض الخطوات يلي بيندم عليها. مطلع الأسبوع 26-27-28 ديسمبر يلي هن 2-3 والأربعة مولود برج السرطان كتير 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 الشغل، نهار طويل، كل نهار رح بيكون طويل، ثلاثة أيام ورا بعضها ما بيخلصوا، شغل ضاغط، تحس حالك ما عم بتلحق، تحس حالك انك عم تركض من ميلي لميلي وما حدا عم يساعدك، لا الاهل ولا الاصدقاء ولا الزوجة ولا شريك بالحياة ولا حتى حدا بالعمل، بالعكس بتحس كل الشغل فوق، ويمكن تشعر بتعب او تعاني من وعكة صحية. بيجي الخميس والجمعة، الخميس في عنا اليوم نيو مون ببرج عم بعكسك، الخميس والجمعة يومين صعبين بالنسبة ل برج السرطان لأنه المعاكسات الفلكية صارت قوية. مولود برج السرطان انتبه من الخميس والجمعة، هني أصعب يومين، أكثر يومين فيهم ضغوط، أكثر يومين بتحس حالك إنك فعلا معصب وما فيك بقى تطول بالك، تحس حالك بدك تنرفز، بدك تعصب، كلامك شوي متسرع، أنت انفعالي وبيصعب عليك إنك تضبط أعصابك. أنا بقول لك انتبه، طول بالك، أنا أيضا من مواليد برج السرطان، فبقول لك طول بالك، بعد عن مشاكل، مش بالضرورة لما القمر يكون عم بيواجهنا يكون عنا مشاكل، نقدر نحن نتخطى المشاكل بطول البال، خذ نفس عميق وخلي هاليومين يمرقوا بطريقة جيدة، علما إنه لما بيكون في هالقد طاقة
هل عندي طاقة؟ معناتها مولود برج السرطان يملك الطاقة، أنت بتملكها، مطلوب منك تسيطر عليها. هيك طاقة تسمح لك أنك تفاوض، لكن انتبه على كلامك، بتعطيك القدرة لحتى تقوم بأعمال صعبة. لما ما بيكون في طاقة الإنسان ما بيقدر يتحرك، وبالتالي عندك طاقة كتير كبيرة الخميس والجمعة، فقط مطلوب منك تيسرها وتمشيها بالطريق الصحيح. السبت 31 كانون الأول ديسمبر، آخر يوم بسنة 2016، القمر بيكون ببرج الدلو، وهون مولود برج السرطان مطلوب منه أنه ياخد بعض الاحتياطات لحتى ينهي السنة بسلام. سواء اخطات تجاه حدا، سواء انت حابب انه نوعا ما تلون اخر نهار بالسنه بطريقه مهضومه، عندك القدره لحتى انت تلطف الاجواء. حاول انه تقرب المسافه بينك وبين الاخرين، ساعتها بتقدر تنهي السنه بطريقه كتير ايجابيه. بتبقى المواليد الاكثر تعبا هذا الاسبوع هي مواليد حزيران يونيو، بالاضافه لمواليد 19 تموز يوليو. بالنسبه لبرج الاسد، مولود برج الأسد هيدا أسبوع حافل بأعمال صعبة، وما رح جاملك، رح قلك إنه هيدا أسبوع صعب، هيدا أسبوع بيحمل بعض الصعوبات لمواليد برج الأسد، منه أسبوع هين، لكن الحلو فيه إنه مطلعه بدايته الثانيين ثلاثة والأربعة، القمر موجود ببرج صديق لإلك ببرج القوس، ثلاث أيام حلوين، فيهم مصالحة، فيهم عناق، فيهم تقدم، فيهم أحداث حلوة، فيهم تقارب، فيهم ألفة، فيهم انسجام وتعارف، ويمكن توقع في الحب للمرة الأولى. أول ثلاثة أيام، اثنين، ثلاثة، الأربعة، 26، 27، 28 ديسمبر، ثلاثة أيام حلوين، وصدقني وصدقيني هدول ثلاثة أيام بيعطوكم القدرة لحتى أنتوا أول شيء تحبوا حالكم، تنسجموا مع حالكم، وبعدين مع محيطكم. وبصراحة هدول أحلى ثلاثة أيام بهيدا الأسبوع. إذا عندكم أي عمل مهم هيدا الأسبوع وحابين تنهوا السنة بسلام، هدول ثلاثة أيام هن يلي لازم تختموا فيهم السنة. بعدين انسوا، بعدين حاولوا تاخدوا إجازة أو تبتعدوا عن الأضواء. منكمل مع الخميس والجمعة تحت تأثير النيومون. مولود برج الأسد عنده شغل كتير، عنده تعب كتير، عنده مسؤوليات كبيرة عائلية، الأولاد عم تركضوا فيهم، عم تاخذوهم وتجيبوهم، العائلة، الأهل، الأخت، الخي، البيت بحد ذاته، العمل المنزلي، كله على بعضه. أضف إلى ذلك أنه احتمال يكون في مسألة صحية، معقول يكون في تراجع صحي، فانتبهوا. السبت 31 ديسمبر هو نهار صعب لمولود برج الأسد، وأصعب الأيام بهالأسبوع، احتمال يكون في خلاف، في ضيق خلق، في مشكل، فحاولوا ما تنهوا سنة 2016 على مشكل أو على خلاف، لأنكم رح تندموا. مثل ما أنا دايما بقول، ما تاخذوا قرارات مهمة لما بيكونوا منرفزين ومعصبين، رح تندموا، لأنه الدنيا دولاب. اليوم نهاركم منو هالقد إيجابي، بكرة وبعد بكرة الجو بيصير أفضل. إذا الاثنين ثلاثة والأربعة 26 27 و 28 ديسمبر هني أفضل الأيام هذا الأسبوع، آخر أسبوع السنة لمواليد برج الأسد. الأكثر حظا هني مواليد 13 14 و 15 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، مولود برج العذراء أنت ترتاح لما الشمس أو القمر بيكونوا ببرج صديق لإلك ببرج الجدي. برج الجدي هو برج بيهتم فيك، بيفهمك، بيتفهمك، بينسجم معك، بينسجم طاقته، الطاقة اللي بتصير، الطاقة الكونية تنسجم معك، وبالتالي ما بتعود أنت إنسان تعبان نفسياً. ما بننسى إنه مولود برج العذراء إنسان مولود كتير حساس، مرهف الحس، وبحاجة للحنان، بحاجة للدراية، بحاجة يسمع كلمات حلوة. مولود برج العذراء ما بحب التدفيش، ما بحب حدا يدفشه، ما بحب حدا يسمعه ملاحظة سلبية ينكمش. وبالتالي مولود برج العذراء هذا الأسبوع الثانين ثلاثة والأربعة يلي هني 26 27 28 ديسمبر، ثلاثة أيام منون مريحين جدا، لأنه العائلة، أحد أولادك، أحد أصدقائك يلي أنت بتعزهم كتير، أحد الأقرباء معقول يكون متطلب، يمكن أنت
تعبان ومريض. يعني عندنا 3 أيام من الانكماش، من الانعزال، ومن الطباع المتقلبة يلي منك كتير أنت بترتاح لها. يعني مولود برج العذراء ما كتير يتكيف مع الأمور، ما بيقدر يمثل ويقول أنه لا، ما بيقدر يكذب. 3 أيام، تاني تالتة الأربعة، مولود برج العذراء منه مرتاح على وضعه، وضروري بعد عن المشاكل. ليه؟ لأنه الخميس والجمعة تحت تأثيرات القمر ببرج الجدي وتحديدا يومون، مولود برج العذراء أنت تتحول من إنسان مودي، من إنسان طباع متقلبة متمردة، إلى أفضل شخص، إلى إنسان مهضوم، إلى إنسان لذيذ، إلى إنسان اجتماعي، إلى إنسان منفتح، إلى إنسان محب جدا. مولود برج العذراء الخميس والجمعة هني أفضل يومين، مش بس هذا الأسبوع، هني أفضل يومين بكل تقريبا هيدا الشهر. يومين أنا بنصحك إنك تختم فيهم السنة. إذا بدك تكون جريء وحابب إنك أنت تاخد خطوة تجاه حدا بتحبه، اتجاه أقربائك، بدك تعتذر من أهلك، من شخص بيعز عليك، الخميس والجمعة خدها مني، هني يومين كتير حلوين، وروحوا وكونوا جريئين. السبت 31 ديسمبر هو نهار رح يكتر فيه الشغل على مولود برج العذراء، ورح بيحس حاله تعبان، رح بيحس حاله انه في شغل كتير، وبالتالي خلوا السبت 31 ديسمبر لبعض الاعمال الروتينية، وانتبهوا لصحتكم بهيدا النهار. تبقى المواليد الاكثر حظا بهيدا الاسبوع هي مواليد اب اغسطس، لكن انتبهوا من بعض المعاكسات والتحديات المتفرقة. الأفضل حظا فينا نقول تحت تأثيرات كوكب بلوتو هي 10 و11 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان، مولود برج الميزان لما الشمس بتوصل لفصل الشتاء والشمس بتكون صارت موجودة ببرج الجدي، يعني عم بتشكل مربع مع شمسك، مولود برج الميزان بحس حاله أنه متعب، بحس انه المسائل العائلية تقيلة، بحس بعقدة الذنب، بحس انه مش عم بيهتم كتير بأحبائه او حتى ببيته او بمتطلبات البيت والعائلة. هيدا الاسبوع كمان نفس الشيء، هيدا الاسبوع هو متعب بالنسبة لبرج الميزان، بدك تعرف تتعامل معه بطريقة كتير دقيقة لحتى تقدر تختم السنة بطريقة جيدة ومن دون مشاكل. يبدأ الاسبوع 2 3 4 26 27 28 ديسمبر مولود برج الميزان، بقول لك بسبب وجود القمر ببرج القوس هنالك حركة، هنالك نشاط، هنالك قدرة لحتى تحصل على بعض التعاطف معك، عندك سرعة الخاطر، عندك سرعة البديهة. هيدي المسائل رح بتساعد مولود برج الميزان لحتى ياخد حقه، يدافع عن حقه من دون مشكل، من دون ما تحكي كلمة عاطلة أو كلمة أو ملاحظة قاسية، بالعكس تماما عندك قدرة لحتى تنسجم مع الآخرين ومع كل الناس بطريقة كتير مهمة وبطريقة فعلا فعالة. إذا التنين ثلاثة والأربعة 3 أيام مناسبين لتحريك أمورك. أما بالنسبة للخميس والجمعة وبسبب تأثيرات القمر الجديد من البيت الرابع بالنسبة لك بالخارطة الفلكية هي بيتك، توقع أنه الخميس والجمعة يكون في بعض الحركات، بعض التحركات، بعض النشاطات يلي بتخصك ببيتك. يعني حابب تغير شيء ببيتك، حابب تعملوا حملة تنظيف كبيرة، حابين تستقبلوا ببيوتكم، حابين تعملوا ريديكوريشن، حابين انه انتوا تنقلوا من مكان الى اخر، خميس والجمعة كمان توقعوا انه تكون طباعكم متقلبة، طباعكم منا هالقد مرتاحة، يعني في خبصة، في حركة كتير كبيرة، معقول تخلي مولود برج الميزان يكون زعلان، معقول تخلي مولود برج الميزان يكون شخص مهموم، خلقه ضيق، لا يتعاطف بسرعة مع الآخرين وبيبكي بسرعة لأنه كتير كتير أعصابه وعواطفه بتكون هشي الخميس والجمعة. السبت يلي هو 31 ديسمبر فيني قلكم انه هو يمكن يكون من افضل ايام الاسبوع، وبالتالي انتو قادرين تختموا سنة 2016 بخبر حلو، بفرحة، ببسمة وبانسجام. ف
أول 3 أيام، الثاني ثلاثة والأربعة، ثم السبت 31، فينا نقول إنه هن الأفضل. أما بالنسبة للمواليد من برج الميزان يلي عندها حظوظ مميزة مميزة جدا من المشتري الذي يتراصف معكم، هن مواليد 13 و14 أكتوبر، أنتم فعلا تقدروا تتوقعوا صفحة جديدة، بتقدروا تتوقعوا تقدم تطور وأخبار سارة جدا بانتظاركم. أما بالنسبة لبرج العقرب، بقول له مولود برج العقرب إنه هيدا أسبوع أنا بعتبره أسبوع كتير بناء، هيدا أسبوع بناء لمواليد برج العقرب definitely بالتأكيد، لأنه بدايته الثنين ثلاثة والأربعة القمر موجود 3 أيام ورا بعضها ببيت المال، ببيت الثروة، ببيت الثروة المادية والمعنوية. في احتمال يكون في بعض المصاريف، لكن ايضا بهالثلاث ايام مولود برج العقرب عنده القدره لحتى هو يثري نفسه، لحتى تغني نفسك نفسيا ومعنويا، لحتى ايضا تتخلص من ديون، لحتى تقدر تنهي سنه 2016 وانت راضي، وانت راضي عن نفسك، انت راضي عن حساباتك، انت راضي عن سير الامور، حتى في احتمال انك تسمع خبر سار. الخميس والجمعة 29 و30 ديسمبر يومين مهمين إيجابيين لمواليد برج العقرب. اسم الله عليك قديشك نشيط، اسم الله عليك على أفكارك الحلوة، اسم الله عليك قديش أنت شخص فعلا رح بتكون سريع ذكي، جواباتك كتير مهمة وذكية جدا. يومين الخميس والجمعة 29 و30 ديسمبر مولود برج العقرب تحت تأثيرات القمر الجديد من برج الجدي، فيني اقول انه انسان مقنع، انسان ما بيهدى، انسان فعال، وعلى الارجح قادر انه ياخذ خطوات كتير كبيره ومهمه ما حدا غيره بيقدر يسترجع عليها. وبنصح مواليد برج العقرب انه يخلوا يختموا اذا امكن يختموا سنه 2016 بين الخميس وبين الخميس والجمعه 30. اما اخر يوم بالسنه السبت 31 ديسمبر، بقول له لمولود برج العقرب انك نوعا ما رح بتكون حردان، تعبان، مودي، منك مرتاح، نفسيتك متقلبة، طباعك متقلبة، حابب يمكن تلغي مواعيد آخر نهار بالسنة، وأنا بقول لك طول بالك، حاول ما تتسرع، حاول تكون مع أشخاص بتحبهم من حولك لحتى ترفع من معنوياتك. تبقى المواليد الأنشط هيدا الأسبوع هي مواليد شهر أكتوبر بالتأكيد، وذلك بسبب تأثيرات فينا نقول وجود الشمس بالعشرية الأولى من برج الجدي. أما بالنسبة لبرج القوس، مولود برج القوس بقول له ما تخاف من شيء بهيدا الأسبوع. مولود برج القوس أنت شخص عم تمشي بسرعة، عم تتقدم بسرعة، لا سيما إذا كنت من مواليد العشرية الأولى والعشرية الثانية، أنت صرت على شط الأمان. التعب بسنة 2017 مثل ما رح تعرفوا بكتابي كارمن والأبراج 2017، التعب رح بيكون عند مواليد العشرية الثالثة بسبب تأثيرات زحل. مولود برج القوس آخر أسبوع بالسنة بيحمل لك تغيير، تقدم، تنويع، وتحديدا بالتنين 26 3 27 والأربعة 28 بسبب وجود القمر ببرشك. 3 أيام مهمين جدا بيسمحوا لمولود برج القوس ياخذ قرارات لإنهاء ولبدء عملية، مسألة، أو لأي تحرك ما، يمكن تاخذ قرار، تتوضح لك الفكرة. 3 أيام مهمين جدا 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 عند جميع مواليد برج القوس، وبتقدروا انتم فعلا تقولوا انه هذا ضوء اخضر، عفوا ضوء اخضر لكم لحتى تتقدموا، يمكن تكتشفوا حقيقه ما، تاخذوا قرار ما، ولازم تاخذوه بهالثلاث ايام. الخميس والجمعه بسبب تاثيرات القمر الجديد في بيت المال، احتمال انه بعض مواليد برج القوس تحسوا حالكم انه انتم بحاجه تشتغلوا بسنه 2017 على مساله ماليه افضل، حابين انكم تربحوا اكثر، ومعكم كل الحق،
مر عليكم سنتين كانوا كتير صعبين، الخميس والجمعة تحت تأثير القمر الجديد ببرج الجدي مواليد برج القوس يمكن يعيدوا النظر في حساباتهم، في علاماتهم، في أدائهم، وفي موقعهم الحالي، وهذا الشيء بيخلي مواليد برج القوس يكونوا جريئين جدا وياخذوا بعض الخطوات المهمه. رح بتفاجئوا الجميع باخر السنه بتغيير بقرار وبخط جديد رح تاخذوا. السبت 31 ديسمبر مواليد برج القوس، انتوا اقوياء، انتوا اذكياء، انتوا تتمتعون بسرعه خاطر كثير قويه ونشيطين جدا، وانتوا فعالين بمحيطكم. فينا نقول انه نهاية السنة رح بتكون منيحة، لكن نصيحة كونوا حذرين اذا كنتوا بتوقعوا تحت تأثيرات كوكب زحل. مواليد 13 و14 ديسمبر كوكب زحل بسبب لكم مشاكل، تعب، تراجع، احتمال يكون في مشاكل صحية، مشاكل العلاقة بأحد، مشاكل مهنية، مشاكل يمكن تكون بطال أحد الوالدين. بعدوا عن المشاكل، سفر سنة. بالنسبة لبرج الجدي، مولود برج الجدي هذا أسبوع كتير مهم بالنسبة لك، مع أنه الاثنين ثلاثة والأربعة 26 27 و28 ديسمبر مولود برج الجدي، انسى هالثلاث ايام، اعتبرهم اجازي، اشتغل على امور روتينيه، على مسائل روتينيه فقط لا غير، ما تاخذ قرارات لانك رح تندم. اثنين ثلاثه والاربع بخيبوا الامال، بخيبوا الامال، فحاول انك تنتبه على نفسيتك، على معنوياتك، على اغراضك، اذا عندك امتحانات، عندك مفاوضات، عندك لقاءات، بدك تنتبه وتكون مصحصح منيح لانه احتمال يصير في اخطاء، التباسات وسوء تفاهم. عدا عن المشاكل الصحية. أما بالنسبة للخميس والجمعة، لما القمر بيكون ببرجك، فيك تقول فلكياً أنه بدأت عندك سنة 2017. تصور قديش الخميس والجمعة القمر جديد بيكون ببرجك بتمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت بيروت، هذا معناته أنه انطلاقة سريعة سريعة جداً وأسرع من بقية الأبراج للسنة الجديدة. فيك تتوقع خبر، فيك تتوقع انفراج، وفيك تتوقع تغيير مهم جدا بالنسبة لك بهدول اليومين، وتقدر الخميس والجمعة بما أنه هن ضوء أخضر بالنسبة لك تقلب المعادلات رأسا على عقب لصالحك. إذا في مسألة عالقة بشهر ديسمبر على الأرجح بتوصل إلى حل بهاليومين. السبت 31 ديسمبر يوم جيد إيجابي، تتسلط عليك الأضواء واحتمال أنه يكون في عندك بعض المسائل يلي عم بتعيد النظر فيها. أسبوع كتير مهم ابتداء من الخميس، خميس الجمعة هن أفضل أيام الأسبوع، الاثنين ثلاثة والأربعة 26-27 ديسمبر هن الأسوأ. الأنشط فينا نقول رح بتكون جميع مواليد برج الجدي، لكن بشكل خاص مواليد شهر كانون الأول ديسمبر، وهنالك تحذير انتبهوا مواليد 7 و8 كانون الثاني يناير بسبب تراصف كوكب بلوتو معكم. مكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو انت موجود بفترة زمنية صعبة، موجود بفترة زمنية ما فيها أجوبة، بفترة زمنية ما بتعطيك حقك، بفترة زمنية بطيئة، بفترة زمنية مخيبة للأمال. كل شيء عليك تعمل انك تنهي السنة بطريقة لطيفة وتخفف فعلا المجازفات والخسائر. الاثنين ثلاثة والأربعة 26-27-28 ديسمبر هن ثلاثة أيام نوعا ما فيك تقول أنه فيهم في أشخاص، في صديق، في صديقة، حدا من أقربائكم بيوقف لجانبكم. اثنين ثلاثة والأربعة القمر موجود برج القوس، هو برج صديق لإلكم، وبالتالي احتمال يكون في صديق لإلكم واقف إلى جانبكم. الخميس والجمعة مواليد برج الدلو يومين صعبين، فاشلين، فارغين كليا من الحظ، بعدوا عن قرارات بهاليومين، انتبهوا من تعب، من تراجع، من وعكة صحية، ما تعملوا شيء مهم بهاليومين. نصيحة فلكية من كارمن شماس، يومين فارغين بسببه مشاكل، بسببه احباط لكثير من الاشخاص. حاولوا مواليد برج الدلو انه بهاليومين تكتفوا فقط بعمل روتيني، روتيني فقط لا غير، فقط لا غير. ومين ما جرب يتحداكم وياخذ منكم قول، ما تعطوا قول وما تمضوا ورقه.
السبت 31 ديسمبر هو اليوم يلي بيوصل فيه القمر لبرجكم، وهون فينا نقول انه بترجع شوية معنويات لمواليد برج الدلو، نوعا ما بتتحمسوا ويوم ما ونوعا ما في بعض التقدم. اخر يوم بالسنة لما القمر بيكون ببرجكم في حماسة، في تفاؤل، وفي قدرة على حسم الأمور. الأكثر حظا هيدا الأسبوع بالرغم من كل شيء حكيته، لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم، اعتبروا حالكم مواليد 8 ل 15 شباط فبراير، انتو محظوظين، عندكم حظوظ حلوة عم تساعدكم خلال هيدا الأسبوع. أما بالنسبة لبرج الحوت، بالنسبة لبرج الحوت بتناسبك الطاقة الفلكية لما الشمس بتكون موجودة ببرج الجدي. برج الجدي صديق لإلك، وبالتالي في أصدقاء من حولك مولود برج الحوت. هنالك مسألة نوعا ما بتخربط عندك حساباتك، الاثنين ثلاثة والأربعة لما القمر بيكون موجود ببرج القوس. ليه؟ لأنه من برج القوس عم بيشكل زاوية حادة مع برجك يلي هي 90 درجة، وبالتالي في قلة انسجام، في قلة انسجام، في تحدي، في تعب، في احتمال انه يكون في مسؤوليات عائلية، مهنية او حتى اجتماعية، في تحديات كبيرة. بتحس حالك انك معصب، بتحس حالك خلقك ضيق، ولا يجوز اهمال الواجبات، ما بتقدر تهرب منها. منشان هيك بقول انه احتمال انه المسؤوليات والواجبات تكون من اشخاص عندهم سلطة اعلى من سلطتك، ومجبور انه انت مثل ما بنقول باللبناني تسمع الكلمة، تسمع لأوامرهم، تنصاع لأوامرهم، وتأدي واجبك. الخميس والجمعة بترتاح، تنبسط، وهودول هني افضل ايام الاسبوع. ف إذا عندك مسألة ضرورية وملحة بدك تخلصها تنهيها قبل ما تخلص السنة، نصيحة فلكية من كارما شماس لمواليد برج الحوت، خلصوها، اشتغلوا عليها الخميس والجمعة. في ناس رح بتساعدكم، في دعم لإلكم، في فعالية بعملكم، وإيد وحدة لحالة ما بتزقف، وبالتالي اطلبوا مساعدة من الآخرين. السبت 31 ديسمبر الجو فارغ، فارغ من الحظ، ما تنتظروا حظوظ، بالعكس تماما في خيبة أمل، أمل في تراجع، ما احتمال يكون في زعل أو يكون في حزن أو يكون في التباسات. سبت 31 ديسمبر مواليد برج الحوت لازم هيدا النهار يكون مخصص فقط للابتعاد عن الأضواء ولعمل روتيني فقط لغير. بكرر 2 3 والأربعة 26 27 و 28 ديسمبر شوي صعبين، الخميس والجمعة هني أفضل أيام الأسبوع، السبت 31 ديسمبر فقط للعمل الروتيني البسيط فقط لا غير. بالنسبة للمواليد يلي لازم تنتبه من برج الحوت، بسبب تأثيرات كوكب المريخ بتجلب حوادث، مرض، ارتفاع بدرجة الحرارة، حتى أحيانا بعض المشاكل، هي مواليد 22 ل 28 شباط فبراير، كونوا حذرين جدا من الحوادث وأعمال العنف والوعكات الصحية. هذه كانت الأبراج لهيدا الأسبوع. بدي أتمنى لكم نهاية سنة كتير حلوة، بدي أتمنى لكم بداية سنة كمان جديدة وحلوة للجميع، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع أبراج أسبوعية جديدة وسنوية جديدة موجودة على اليوتيوب، وأيضا لأبراج شهر كانون الثاني يناير. إلى اللقاء.